يميز الملكة في شكل كبير هو أنها لا تتعرق، فلا يهم مدى ارتفاع الحرارة. لقد رأيتها في منطقة الكاريب وفي أستراليا، وكانت درجات الحرارة أقرب إلى الغليان، والجميع تعب بينما هي تحافظ على هدوئها مهما كانت الظروف. أعتقد أن سبب ارتداء الملكة للقفازات هو لحماية يديها، فهي تصافح الكثير من الأيادي المهمة وتبدو جميلة. كانت أمي كورنيليا جيمس لاجئة يهودية من فيينا، فقد تركت النمسا قبل الحرب سنة